مرحبا، هناك حدث أود أن أخبرك به. خير إن شاء الله. وأخيرا اشترى عبد الحميد سيارة جديدة. مبروك. شكرا، ستكون أول رحلة في هذه السيارة إلى منزل والديك في البلد. متى ستنطلقان؟ نفكر بالانطلاق بعد ساعة تقريبا، ما رأيك أن نذهب سويا؟ هي فكرة رائعة، لكن ماجد موظف في شركة لا يستطيع الخروج ساعة يشاء، وهذا ما يكدرني. هذه مشكلة الوظيفة ذات الدوام المحدد. ما رأيك لو طلب إجازة من العمل تسمح له بالرياض؟ غدا عطلة يا سارة، إنها فرصة جيدة نقضيها معا بين الأهل. لا أدري ما أقول. لا تقولي شيئا، اتصلي بزوجك واخبريه عن الموضوع واسمعي إجابته ووافيني. ها، أنتظر ردك سريعا. حسنا، مع السلامة. مرحبا. أين أنت؟ ما الأمر يا سارة؟ عديلك عبد الحميد اشترى سيارة جديدة اليوم. أعطني آخر خبر، أمامي عمل معقد. أنت تقفل الباب في وجهي، أسلوب اعتدت عليه. ولك أنت أسلوب اعتدت عليه. تبدأين بالعرض ثم تصلين إلى المقدمة. ما رأيك في أن نترافق مع عبد الحميد وهنا لقضاء العطلة مع الأهل في البلدة؟ موافق. إذا أنت موافق على الفكرة. بالطبع، صباح الغد إن شاء الله نهيئ أنفسنا وننطلق. هنا وزوجها سينطلقان بعد ساعة من الآن. عبد الحميد صاحب عمل حر، يستطيع مغادرة عمله متى ما يشاء. أما أنا فلدي عمل هنا، لا أستطيع مخالفة الأوامر ولا أستطيع مغادرة مكتبي متى ما أريد. أعتذر لأنني أغضبتك، وجب علي أن أجلس في البيت لا أخرج منه. سارة، سارة، نعم. اسمعي جيدا، لن أعدك بل سأحاول. كنت أعلم أنك ستحاول، لهذا انتظرتك ولم أتصل بهنا لأبلغها الخبر. قلت لك سأحاول، لا تتسرعي وتتصلي بشقيقتك الآن، الأمر متعلق بمزاج المدير. إذا لتكن إجازة مفتوحة ليومين. إياك والطمع، سأطلب إجازة لما بقي من هذا النهار. رضيت بهذا، وإنما عليك الإسراع، وأنا بدوري سأتصل بشقيقتي لأخبرها بآخر التطورات. ولا تنسى إنني ملتصقة بالهاتف. إلى اللقاء. مرحبا. مبروك. إذا وافق المدير على إعطائك الإجازة هذا النهار، وبسرعة لا يتصورها أحد. إذا سأتصل بهنا لأطلب منها أن تنتظرنا. 10 دقائق وأكون في المنزل بإذن الله. اسمع ماجد، ما رأيك أن تكلمي يا سارة وإلا انقضت الدقائق العشر. هل تقبل أن أقول لك بأنني لا أحبذ الذهاب إلى أهلي بيدين فارغتين؟ سؤال أم طلب؟ لا أدري. لا تهتمي يا حبيبتي، أعرف ما تحبه والدتك وما تكرهه. لقد حفظته عن ظهر قلب منذ كنت أحاول نيل رضاها للوصول إلى الزواج منك. ماجد، هل أعيد على مسامعك بأن والدي يحب الكعك بكل أصنافه وخصوصا الحلوى العمانية؟ أعلم هذا بكل تأكيد، لكنني لست مهتما لهذا الأمر. وهل من المنطق أن نهدي والدتي دون أن نهدي والدي؟ هو المنطق يا عزيزتي، لأن رضا والدك نابع من رضا والدتك. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء يا حبيبتي.
اعتذر. ماجد، عمي سالم كيف حالك؟ بخير كما ترى. أخبرني كيف حال عمك عبد الكريم؟ عمي بخير والحمد لله، يتماثل للشفاء. منذ يومين حاولت الاتصال به هاتفيا ولم يجبني أحد. كان لا زال في المستشفى. قضية الإصابة بالرئتين قضية معقدة يا بني. الحمد لله على كل حال، شفي من إصابة الرئتين بعد دخوله للمستشفى بأسبوع واحد فقط، لكنه بعد ذلك أصيب بعارض بارتفاع ضغط الدم. الحالتان متلازمتان. ليس بالضرورة يا عمي سالم، إنما الضغط النفسي الذي مارسه عليه الناس الذين زاروه في البيت سبب له ضيقا في التنفس وارتفاعا في ضغط الدم. غيرة الناس للتواصل والإطمئنان على بعضها البعض أمر محبذ ومرغوب، شرط ألا يتخطى حدود اللباقة ويسبب الضرر للآخرين. هذا ما يجب أن نتعامل به على صعيد المرضى الذين نعودهم في بيوتهم. صدقت. هذه زوجتي. أستأذنك إذن، في أمان الله. في أمان الله. مرحبا. ما الذي تفعله يا ماجد؟ إنني جائع. الوقت يمضي بسرعة. حسنا، 10 دقائق وسننطلق بإذن الله. هيا هيا سأهيئ لك بعض الملابس لكي ترتديها. حسنا حسنا. نعم، اسمعي، لا تصدقي ما يقال وما يشاع، غيرتها تدفعها إلى ذلك. دعيني أحكي لك القصة. اسمعي، في تلك الليلة. ماذا فعلت يا عبد الحميد؟ فعلت الذي كان يجب علي أن أفعله منذ زمن. ولكنك بذلك أهنتني وسودت وجهي أمام صديقتي. من هي صديقتك؟ سعاد أم دلال؟ أيا تكن، المهم بأنك تصرفت بتصرف غير حضاري. بل هو في قمة الحضارة. الهاتف صنع خصيصا ليقضي حوائج الناس، أن تتحدث به لدقيقتين أو بضع دقائق، لا أن تتحدث به لساعتين متواصلتين من الزمن. إذن أنت أغلقت الخط لأجل فاتورة الهاتف وليس لأنه أسلوب غير حضاري. بل للسببين معا. أخبريني، ما هو الموضوع الهام جدا الذي كنت تتناولينه مع صديقتك؟ تتحدثان عن هذه وتلك، تغتابان فلانة وفلانة. الغيبة حرام إسلاميا على الهاتف أو غيره. أخبريني يا هناء، ما هي الفائدة التي تجنينها وأنت تستعرضين مع هذه وتلك عن الأطعمة والأشربة والأزياء وأحوال الطلاق والزواج داخل الحي وخارجه؟ إذن أنت تسترق السمع علي. وهل تتكلمين أنت في الخفاء مثلا؟ هذا الهاتف صنع لحل مشكلة وليس لإضافة مشكلة. أية مشكلة؟ مشاكل لا تعد ولا تحصى. ما رأيك أنني حاولت الاتصال بك البارحة جاهدا لكنني لم أفلح، لأن الخط كان مشغولا على الدوام. كان بإمكانك أن تتصل بهاتف النقال. كان مغلقا. هذا ذنبك وليس ذنبي. بل ذنبك أنت حين تحولين الهاتف الثابت إلى لقاء نسائي حول فنجان قهوة أو كوب شاي. يجب أن تعلمي أن أختي وداد دخلت المستشفى منذ يومين بصورة عاجلة، وأنا لم أعرف إلا البارحة، والسبب عدم وجود هاتف، ولأنها لا تعرف رقمي الجديد بعد. ها هو الهاتف هنا. صحيحا أنه هنا، لكنه كان مشغولا على الدوام. حاولت أمي الاتصال بي جاهدة من المستشفى لكنها فشلت. علمت بعد ذلك أنك كنت تتحدثين مع صديقتك منيرة. ها، أقف عند هذا الحد أم أواصل؟ لا أظن أنك تستطيع ذلك، فقد أفرغت كل ما في جعبتي. لا زال معي الكثير صدقيني. أستحلفك بالله، هل فكرت لحظة بالإزعاج الذي تسببينه لصديقتك مروة وأنت تتصلين بها بعد منتصف الليل؟ مروة لا تنام قبل الثانية بعد منتصف الليل. لكن زوجها ينام باكرا في الساعة 9 لأنه ينهك في عمله طوال النهار.
هذا ذنبها وليس ذنبي. بل ذنبك أيضا، لأنك تعلمين أن صديقتك لا تكترث لإزعاج زوجها وهي تنام صباحا. هل أنت مستعد للانطلاق؟ بالطبع، تفضل. دعيه دعيه، حري بالرجل أن يحمل الحقائب، هذه هي اللياقة. مع لون الدشداشة التي ترتديها. حسناً، علينا أن نسرع، عبد الحميد في طريقه إلينا. إنه ينتظرنا في الشارع، هذا هو الاتفاق. هو ذا قد قدم. إنه في عجلة من أمره. أسرع إليه وأنا قادمة في الحال، هيا. حسناً. أنت ماجد، أنت ماجد بشحمه ولحمه، لقد عرفتك منذ النظرة الأولى. ماجد، ألم تعرفني؟ ماجد، ألم تعرفني؟ انظر إلي واسترجع بذاكرتك إلى 10 سنوات خلف. ألا تكون جمال ناصر؟ لقد أصبته في العمق. تفضل، تفضل. يبدو أنكم تستعدان للخروج. لا أخفي عليك. أنا وزوجتي كنا نريد الذهاب إلى دار والديها. هذا عديلي وزوجته ينتظراننا في السيارة. لا، لن تذهبا إلى أي مكان. أنا أنتظر هذه اللحظة يا رجل، أنتظرها منذ زمن، وأنا سوف أسافر بعد يومين. أخبر عديلك أن ينطلق، أنا باق هنا حتى مغيب الشمس. أين الشاي؟ الشاي؟ أستحلفك بالله، كيف كانت مفاجأتي؟ نزلت علي كالصاعقة. أنت تمزح. إنني لا أمزح. ماجد، ما بك؟ أراك متغير، إنك تهاجمني. أنا صديق طفولتك يا رجل وتعاملني بهذه القسوة. عليك في المرة القادمة أن تضع العاطفة جانبا وتتبع الأصول. يا رجل، بزيارتك هذه سببت خلافا بيني وبين زوجتي، وفي 5 دقائق ضيعت مشروعا كنا نخطط له منذ الصباح. لم أكن أعرف أن زيارتي ستسببك كل هذه المشاكل. ما كان علي أن آتي إليك مطلقا. بالعكس، تستطيع أن تأتي متى ما تشاء، أنت أخ مرحب به في أي وقت، ولكن أخبرني قبل ذلك، ألم تسمع بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.